السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس آخر من دروس تعلم اللغة الإسبانية، معكم بدر العتابي. بداية قبل ما نبدأ الدرس ديالي، كيف ما ديما كنشكركم جزيل الشكر، خاصة مع التعاليق ديالكم اللي كتخليني نقوم بإعطاء مجهود أكثر. التعاليق ديالكم كتحفزني وكتخليني نزيد نعطي المزيد والمزيد، وهذا علاش قمت بتحضير درس أكثر من رائع، درس مهم جدا، درس يعني مفيد، سواء الأشخاص اللي كيتعلموا لا كومينيكاسيون يعني الحوار، سواء الأشخاص اللي كيدرسوا اللغة الإسبانية. درس اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا فيه البربو إير والبربو بانير. غادي نشوفوا البربو إير والبربو بانير، شوفوا طرق ديال الاستعمال ديالهم مع إعطاء مجموعة من الأمثلة. وقبل ما نبدأ الدرس ديالنا، كيف ما كنلقى مجموعة من الأسئلة بخصوص تعلم اللغة الإسبانية، كيسولوني مجموعة الأشخاص أنني تصني الطريقة كيفاش ندير نتعلم، يعني كنقراو وما كنستافدوشي. الميساج اللي نقدر نوصل لكم هو أن القراية بوحدها ما كتوصلش، ما عمرك تتعلم إلا ما تبعتيش أفلام، قصص، تسمع موسيقى، تقرأ روايات باللغة الإسبانية. هادشي هو اللي غادي يخلي اللغة ديالك تطور، وخاصة مع السمع والتحدث إلى الناس. نبدأ الدرس ديالنا على بركة الله. بداية سنرى طريقة تصريف البربو إير. البربو إير هو ذهب. طريقة ديال التصريف ديال البربو إير هي هذه اللي كتشاهدوا حداكم: يو بوي، تو باس، إل، إيا، با، nosotros vamos، vosotros vais، ellos ellas van. يو بوي انا ذاهب، تو باس انت ذاهب، ال با هو ذاهب، ايا با هي ذاهبة، nosotros vamos نحن ذاهبون، vosotros vais انتم ذاهبون، ايوس ايس بان هم او هن ذاهبون. من بعد ما شفنا طريقة تصريف البربو إير، الان غادي نشوفو طرق ديال الاستعمال ديالو. اولا اوساموس البربو إير بارا ابلار دي لوغاريس، يعني كنستخدم الفعل إير للحديث عن الاماكن. كنعملو البربو إير مصرف في البريسنتي زائد ا زائد لوغار، يعني بربو إير هو ذهب، ا هي إلى، لوغار هو المكان اللي كنقصدو. حنا غادي نعطيو أمثلة باش نفهمو. مثلا يو بوي آل فيني تودوس لوس فينيس دي لا سيمانا، يو بوي آل فيني تودوس لوس فينيس دي لا سيمانا، أذهب إلى السينما كل نهاية أسبوع، أذهب إلى السينما كل نهاية أسبوع. لو لاحظتوا في هذا المثال، يو بوي أذهب، أ هي إلى، والمكان كان هو السينما. مثال آخر، ايوس بان أليسكويلا تودوس لوس دياس، ايوس بان أليسكويلا تودوس لوس دياس، هم يذهبون إلى المدرسة كل يوم، هم يذهبون إلى المدرسة كل يوم. كيف ما كتشوفوا في هذا المثال هذا، ايوس بان هي هم يذهبون، ال هي إلى، اسكويلا هي المدرسة هو المكان. مثال آخر، تو باس الخيمناسيو كادا مانيانا، تو باس الخيمناسيو كادا مانيانا، أنت تذهب إلى صالة الألعاب الرياضة كل صباح، أنت تذهب إلى صالة الألعاب الرياضية كل صباح. يو بوي أ بارسيلونا إن الترين، يو بوي أ بارسيلونا إن الترين، أنا ذاهب إلى برشلونة في القطار، أنا ذاهب إلى برشلونة في القطار. يو بوي هي أنا ذاهب، أ هي إلى، برشلونة هو المكان اللي غادي ليه.
Nosotros vamos al mar. Nosotros vamos al mar. نحن ذاهبون إلى البحر. نحن ذاهبون إلى البحر. Yo voy al médico. Yo voy al médico. أنا ذاهب إلى الطبيب. أنا ذاهب إلى الطبيب. طريقة أخرى يمكن نستعمل فيها إير. إير ماس. أ ماس إنفينيتيبو. يعني بربو إير زائد أ زائد البربو في الإنفينيتيف. مثلا يو بوي أبير لا تيليفزيون. يو بوي أبير لا تيليفزيون. أنا ذاهب إلى مشاهدة التلفاز. يو بوي هو البربو إير مصرف. أ هي إلى. بير هو الفعل في الانفينيتيف. الفعل ما مصرفش. وكيف ما سبق وشفنا سابقا أن في اللغة الإسبانية عندما نريد تركيب جملة كنصرف الفعل الأول والثاني والثالث وما وراءه ما كنصرفوهش. كيف ما كتشوفوا في هذا المثل يو بوي أبير. يو بوي أبير. أنا ذاهب لمشاهدة. بير هو شاهدة ما صرفناهش. نزيدوا مثال آخر. تو باس أكمبرار لاس بيردوراس. تو باس أكمبرار لاس بيردوراس. أنت ذاهب لشراء الخضروات. أنت ذاهب لشراء الخضروات. تو باس أنت ذاهب. أ هي إلى. كومبرار هو شراء. لو لاحظتوا في هذا الفعل ما مصرفش في الانفينيتيف. مي بادري با أترابخار. مي بادري با أترابخار. والدي ذاهب للعمل. والدي ذاهب للعمل. وفي هذا المثال هذا أيضا ترابخار ما مصرفش. علاش؟ حيتاش ديجا صرفنا الفعل إير. من بعد ما شوفنا الاستعمال الأول ديال بيربو إير الآن غادي نشوفوا الاستعمال الثاني دياله. وساموس البيربو إير para planes futuros. وساموس البيربو إير para planes futuros. يعني كنستخدموا الفعل إير للحديث عن مخططات مستقبلية. واحد الأشياء يلاه غادي نقوموا بها سواء غدا سواء السيمانة الجاية سواء الشهر الجاي كنعملوا الفعل إير وكأننا نتحدث عن المستقبل. واضح؟ والطريقة ديال تركيب الجملة كتكون على الشكل التالي. إير ماس أ زائد البربو في الانفينيتيف زائد إكسبريسيونيس ديال تيمبو. يعني ضروري كنحدد ديك الوقت. احنا غادي نعطيو أمثلة باش غادي نفهمو. يو بوي أخوغار فوتبول كون ميس أميغوس مانيانا. يو بوي أخوغار فوتبول كون ميس أميغوس مانيانا. لو لاحظتوا هنا يو بوي هي أنا ذاهب والبربو إير. أ هي إلى. خوغار هنا البربو ما مصرفش في الانفينيتيف. فوتبول كون ميس أميغوس مانيانا. فوقاش غادي نلعبو؟ غدا. يعني كنعملوا واحد البلان مستقبلي غدا. تو باس أ استوديار الإسبانيول إل بروكسيمو أنيو. تو باس أ استوديار إسبانيول إل بروكسيمو أنيو. هل ستدرس اللغة الإسبانية العام المقبل؟ هل ستذهب لدراسة اللغة الإسبانية العام المقبل؟ كيف ما كتشوفوا هنا يعني كنسولوا واحد الشخص يعني في واحد البلان واحد بلان مستقبلي في الفوتورو. مثال آخر. Nosotros vamos a salir contigo al mar este sábado. Nosotros vamos a salir contigo al mar este sábado. نحن سوف نذهب أو نخرج معك إلى البحر هذا السبت. نحن سوف نذهب أو سنخرج معك هذا السبت. كيف ما كتشوفوا Nosotros vamos هو البربو إير مصرف يعني نحن سنذهب. أ هي إلى. سالير إلى الخروج بربو ما مصرفش. سابادو هو السبت يعني كنعملوا واحد البلان في المستقبل السبت. واضح؟ مثال آخر. يو بوي أبياخار لا سيمانا كي بييني. يو بوي أبياخار لا سيمانا كي بييني. أنا ذاهب للسفر الأسبوع المقبل. أنا ذاهب للسفر الأسبوع المقبل أو سأسافر الأسبوع المقبل. مثال آخر. يو بوي أبيسيتار ميس بادريس مانيانا. يو بوي
a visitar mis padres mañana. سوف أذهب لزيارة والدي غدا. سوف أذهب لزيارة والدي غدا. مثال آخر: Nosotros vamos a correr el domingo que viene. Nosotros vamos a correr el domingo que viene. نحن سنذهب للجري الأحد المقبل. نحن سنذهب للجري الأحد المقبل. بالإضافة لهذه الأمثلة هذو اللي شفنا، غادي نزيدو نعطيو أمثلة بزاف باش نفهمو أكثر. للإشارة المرجو حفظ هذه الأمثلة، هذه الأمثلة خصها تكتب في الدفتر وخصها تحفظ. يو بوي أديسايونار، يو بوي أديسايونار، أنا ذاهب للفطور، أنا ذاهب لتناول وجبة الفطور. يو بوي أديسايونار، فعل ديسايونار هنا ما مصرفش، وقلنا علاش؟ حيتاش يو بوي مصرفة، الفعل الأول مصرف، ثاني ما كنصرفوهش. نوسوتروس باموس almorzar. Nosotros vamos a almorzar. Nosotros vamos a almorzar. نحن ذاهبون إلى الغداء أو سنذهب إلى الغداء. Almorzar هو الغداء. Mis amigos van a cenar en el restaurante. Mis amigos van a cenar en el restaurante. يعني أصدقاء ديالي ذاهبون إلى العشاء في المطعم. أصدقائي ذاهبون إلى العشاء في المطعم. يو بوي أليمبيار مي أبيتاسيون. يو بوي أليمبيار مي أبيتاسيون. أنا ذاهب لتنظيف غرفتي. أنا ذاهب لتنظيف غرفتي. جد با أبيخار كون سو بادري. جد با أبيخار كون سو بادري. يعني جد ذاهب للسفر مع أبوه. جد ذاهب للسفر مع والده. يو بوي أترابخار. يو بوي أترابخار. أنا ذاهب للعمل. كيف ما شفتوا هنا يو بوي مصرف، أترابخار ما مصرفش. وبإمكاننا نعطيه مجموعة من الأمثلة. يو بوي أدورمير. يو بوي أدورمير. أنا ذاهب للنوم. أنا ذاهب للنوم. يو بوي أسالير كون ميس إرمانوس. يو بوي أسالير كون ميس إرمانوس. أنا ذاهب للخروج مع إخوتي. أنا ذاهب للخروج مع إخوتي. يو بوي a hacer el deporte. Yo voy a hacer el deporte. أنا ذاهب لممارسة الرياضة. أنا ذاهب لممارسة الرياضة. كيف ما لاحظتوا في هذه الأمثلة هذه، إذا كنا حافظين البربو إير يعني أنا ذاهب، وكنا حافظين مجموعة من الأفعال، كتكون الطريقة سهلة. يعني يو بوي a كنعمل الفعل، انا ذاهب الى، حتى باللغه العربيه كنستعملوه بزاف، انا ذاهب الى النوم، انا ذاهب الى الاكل، انا ذاهب الى الخارج، انا ذاهب الى السفر، انا ذاهب الى الى الى. طريقه سهله، الفيربو اير مصرف كنحفظوه مع مجموعه من الافعال اللي ما مصرفاش. من بعد ما شفنا الفيربو اير، طريقه التصريف ديالو، الطرق الاستعمال ديالو، الان غادي نشوفو البربو بينير. نبداو بطريقة تصريف البربو بينير، وهذه هي الطريقة ديال التصريف ديالو. يو بينغو، تو بينيس، إل إيا بيني، نوسوتروس بينيموس، بوسوتروس بينيس، إيوس إياس بينين. يو بينغو هي أنا قادم، تو بيانيس أنت قادم، إل بياني هو قادم، إيا بياني هي قادمة،
Nosotros venimos. نحن قادمون. Vosotros venéis. هم أو أنتم قادمون. Ellos أو ellas vienen. هم أو هن قادمون. الverb venir هي قادم. كما كنقولوا باللغة الدارجة هي جاي. العكس ديال الverb ir اللي هي أنا ذاهب. الverb venir هي أنا جاي. الفرق بين الverb ir والverb venir هما العكس ديال بعضهم. الverb ir هي ذاهب، أما بخصوص الverb venir هي أنا قادم. عندما أكون ذاهب إلى مكان ما أقول أنا ذاهب، كنستعمل الverb ir. عندما أنا كنكون أو لا أقول أنا قادم من مكان ما كنقول venir، يعني أنا قادم من مكان ما. إحنا غادي نعطيو مجموعة من الأمثلة بس نفهمو. Nosotros venimos de Barcelona ahora. Nosotros venimos de Barcelona ahora. نحن قادمون من برشلونة الآن. نحن قادمون من برشلونة الآن. لو شفتوا الverb ir استعملناه قبيلة، قلنا أنا ذاهب إلى برشلونة، ولكن الآن أنا قادم من برشلونة، نستعمل الverb venir. Yo vengo del mar. Yo vengo del mar. أنا قادم من البحر. أنا قادم من البحر. كنت في البحر ولكن الآن أنا راجع. أنا قادم من البحر. Nosotros venimos a ver nuestros padres. Nosotros venimos a ver nuestros padres. نحن قادمون لرؤية والدينا. نحن قادمون لرؤية الوالدين ديالنا. El autobús viene muy tarde. El autobús viene muy tarde. الحافلة جاءت متأخرة جدا. الحافلة جاءت متأخرة جدا. Yo vengo de casa de mi madre y ahora voy a mi casa. Yo vengo de casa de mi madre y ahora voy a mi casa. يعني أنا قادم من منزل والدتي وذاهب إلى منزلي. أنا جيت من دار الوالدة ديالي والآن أنا ذاهب إلى المنزل ديالي. ¿Por qué no vienes al concierto del colegio? ¿Por qué no vienes al concierto del colegio? لماذا لا تأتي إلى الحفل المدرسي؟ لماذا لا تأتي إلى الحفل المدرسي؟ Yo vengo aquí siempre. Yo vengo aquí siempre. أنا أجيء دائما إلى هنا. أنا أجيء دائما إلى هنا. Muchos turistas vienen a Marruecos en el verano. Muchos turistas vienen a Marruecos en el verano. يعني مجموعة من السياح يأتون إلى المغرب في الصيف. مجموعة من السياح يأتون بيينين يجيو أمارويكوس إن البيرانو في الصيف. No puedo venir hoy al Buda. No puedo venir hoy al Buda. لا يمكنني المجيء اليوم إلى العرس. لا يمكنني المجيء اليوم إلى العرس. ما نقدرش نجي اليوم للعرس. كين كيري بنير أمي فيستا. كين كيري بنير أمي فيستا. من يريد المجيء إلى حفلتي. من يريد المجيء إلى حفلتي. كما شفتوا هنا عطينا مجموعة من الأمثلة. إذا عرفنا الفرق بين أنا قادم وأنا ذاهب. بالإضافة لهذا الاستعمال يمكننا نستعمل الverb venir في تحديد الزمن والوقت. كما هو معروف مثلا la semana que viene. La semana que viene. الأسبوع القادم. El año que viene. العام القادم. El mes que viene.
الشهر القادم. حتى لهنا كنكون قد نهيت الدرس ديالي اليوم. كيف ما لاحظتوا انه درس مفيد جدا. الفيرب اير والفيرب بينير من اهم واحسن الافعال اللي يمكن لينا نستعملوها وضروري ما كنستعملوها في الحياه ديالنا. لذا لو قمتم بالحفظ ديال تصريف الافعال سواء اير او بينير واعطينا مجموعه من الامثله، كنكونوا غاديين في الطريق الصحيح لتعلم لا كومونيكاسيون اللي هو الحوار. بالاضافه لهذا الشيء هذا، كيف ما سبق وقلت في البدايه ان القراءه بوحده ما كتعلمش اللغه الاسبانيه. اشخاص اللي مهتمين باللغه الاسبانيه كنصحكم بالقصص، كنصحكم بالاغاني مترجمه، كنصحكم بالقراءه الروايات، بالتكلم بالحوار. داك الشيء علاش انا قمت بتعديل قناه خاصه بالقصص للاشخاص اللي مهتمين. مرحبا بكم، انا غادي نقوم بوضع الرابط في لا ديسكريبسيون. تحيه لكم، الى اللقاء في درس اخر ان شاء الله.